الكثير من القرارات الاقتصادية استقبلها الشارع المصري بالكثير من التساؤلات التي تعبر عن عدم الرضا. ربما هي قرارات صحيحة في مضمونها وهدفها، لكنها تحتاج التوضيح والتفسير لمعرفة كيف يستفيد الاقتصاد المصري والمواطن المصري أيضاً من تلك القرارات. ولن نجد أفضل منه يستطيع أن يفسر لنا وللشارع المصري الوضع الاقتصادي الراهن. وعلى غرار عنوانه ماذا حدث للمصريين، نستهل حوارنا مع الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور جلال أمين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتور، برحب بحضرتك معنا في مباشر تي في، وبشكرك على إتاحة الفرصة إن احنا نعمل الحوار مع حضرتك، وسعيد جدا وشرف كبير ليا إن أنا قاعد قدام حضرتك النهاردة. أهلا وسهلا. في حالة من الغموض وعدم الفهم في الشارع المصري للقرارات الاقتصادية والبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتسعى ليه الحكومة في الفترة الأخيرة. هو الحقيقة أنا مش موافق على كلمة برنامج اقتصادي، لأنه أنا مش شايف له وجود. البرنامج لما تتكلم على برنامج اقتصادي معناه أنه يبقى فيه رؤية وتتمثل في خطوات متسقة بعضها مع بعض، وأن احنا نشوف واحدة ورا التانية، وقد يعلن عنه كل الخطوات مرة واحدة وقد لا يعلن، بس نبقى احنا مطمئنين أنه في منطق وراء هذه القرارات. بصراحة أنا أفتقد كل هذا، أنا مش شايف إن في برنامج يمكن أن يوصف بهذا الاسم. حضرتك مش شايف إن في برنامج إصلاح اقتصادي حتى الآن؟ طبعاً في شوية قرارات بتطلع، أهمها قرارات تخفيض العملة تخفيضاً كبيراً من كذا شهر، ومع ذلك حتى هذا هو قرار مهم، بس مش معنى كده إنه جيد. يعني أنا أعتقد أنه هو كان ممكن تحقيق نتائج مثمرة بدون هذا الإجراء القاسي بهذه الدرجة. يعني كان ممكن ترشيد الواردات مثلا، إنما أنا مش شايف أن ده حصل، ترشيد للواردات. فتعويم العملة بالشكل ده وتخفيض قيمتها في الواقع أنا مش فاهمه، ومش باين إن هو ده جزء من برنامج عام. وأنا أفتقد التخطيط في مصر، يعني عندنا وزارة التخطيط ومعهد التخطيط، بس أنا مش شايف أي شيء يدل على إنه في خطة يجري تنفيذها. بالنسبة للفترة من منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن، تعاقب على مصر سبع حكومات، وحتى الآن ما زلنا في أزمات اقتصادية. تقييمك للفترة دي أو تقييمك لفترة كل حكومة من الحكومات دي؟ أنا مش شايف ضرورة لتتبع حكومة واحدة ورا التانية. أنا عارف إن جت حكومات كتيرة، حضرتك بتقول إنهم سبعة، ولكن هم فيهم صفات مشتركة لابد أن تؤدي إلى استمرار المتاعب، لأنه من الصفات المشتركة إن اللي قاموا بثورة 11 ما كانش لهم دور في الحكم، وما استلموش الحكم، لا هم ولا من يعبر عن مطالبهم. أدي واحدة. الحاجة التانية، بعض إن لم يكن معظم اللي تولوا الحكم رئاسة الحكومة مش معروف لهم لون واضح، مش معروف لهم مذهب أو رؤية معينة يريدون تطبيقها. فكان لابد أن اللي احنا كنا فيه 2011 يستمر حتى الآن. دور صندوق النقد الدولي في القرارات الاقتصادية الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة، والله أنا مش واضح قوي بالنسبة لي هل القرارات دي اتخذت بناء على تعليمات من الصندوق أو رغبة في إن الحكومة توري للصندوق إن هم ماشيين في خطى يرضى عنها. بس الفرق بين الاثنين مش مهم قوي، المهم إنه فعلا قرارات تعويم وتخفيض الجنيه ده شيء من الذي يمكن أن يرضى عنه صندوق النقد. مش بالضرورة أن هم يكونوا فرضوا هذه الدرجة
من التخفيض، بس الصندوق له هذا الاتجاه انه العملة الوطنية في اي بلد تاخد يبقى سعرها الرسمي اقرب ما يمكن الى سعرها في السوق، والوضع ما كانش كده. لكن انا اعتراضي على قرار التخفيض الشديد ده انه هو اتخذ في ظروف صعبة جدا، وانا بعتبرها مؤقتة، ومش بالضرورة ان قيمة الجنيه بالنسبة للدولار في هذا الوقت الصعب يعكس قيمة الجنيه الحقيقية. يعني السياحة كانت متوقفة إلى حد كبير، الاستثمارات الأجنبية، الصادرات أداءها سيء. يعني ممكن إن كان السياسة الاقتصادية تتجه إلى إصلاح الأسباب بدلا من إنها تأخذ الموجود على إنه مؤشر على إنه ما يجب أن تكون عليه الأمور. مدى استفادة الطبقة الوسطى من إصلاحات زي الإصلاحات اللي الحكومة بتعملها؟ هل الطبقة الوسطى مستفيدة فعلا من قرارات زي دي؟ الطبقة الوسطى طبعا تعبانة في مصر، وكذلك الطبقات الدنيا تعبانة أكتر بالضرورة، تأثرت بالقرارات التي اتخذت اللي هي تخفيض سعر الجنيه لآخره، وتأثرت بالحالة الاقتصادية العامة، الاستثمارات الأجنبية بتضعف، تحويلات المصريين في الخارج بتضعف، الصادرات الأخرى بتضعف غير السياحة. فطبعا لابد أن تتأثر الطبقة الوسطى من كل هذا. اللي احنا شايفينه أن الحكومة بتسعى لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية للبلد، في الوقت نفسه البنك المركزي لجأ لرفع سعر الفايدة. حاسس أن في تناقض، احنا بنرفع سعر الفايدة وبنشجع الاستثمار وعايزين استثمار أجنبي. سعر الفايدة له بدون شك رفعه له تأثير سلبي على الاستثمار، على الاستثمار. لكن البنك المركزي حجته أنه يريد التخفيف من التضخم، ورفع سعر الفايدة فعلا بيخفف من معدل التضخم، ودي هذه الرؤية. كثيرا ما تحدث أو الاختلاف في الرأي يحدث في مختلف البلاد، هل أنت عدوك الركود الاقتصادي ولا التضخم؟ هل أنت تريد أن تعالج تقضي على التضخم ولا أنك تريد أن تشجع الاستثمار؟ البنك المركزي كان رأيه أن التضخم وصل إلى درجة هو جدير بالالتفات إليه. أنا شايف يمكن يكون ده مش موقف سليم. أنا أعتقد أنه تنشيط الاقتصاد في الفترة اللي احنا فيها دي اهم من معالجة التضخم. مؤخرا صدر قانون الاستثمار من مجلس النواب واعطى بعض محفزات للمستثمرين الاجانب، شايف ازاي حضرتك قانون الاستثمار بشكل عام؟ والله انا بعض الناس يقولون واعتقد انه بحق انه قانون الاستثمار مش واضح ابدا رؤيته ايه او اتجاهه ايه، لانه هل احنا عايزين نعتمد على الاستثمار الاجنبي اساسا ولا الاستثمار المحلي؟ هل ان احنا نريد مزيد من الانفتاح عن العالم ولا انفتاحا اقل؟ فممكن قانون الاستثمار ينتقد على انه لا يعبر عن رؤية واضحة لمتخذ القرار، هل هتعتمد على الدولة ولا على الأفراد أساسا؟ هل هتعتمد على الخارج ولا على الداخل؟ دي مش واضحة في قانون الاستثمار. يعني إيه اللي ممكن يخلي القانون من وجهة نظر حضرتك يخلي القانون أوضح بالنسبة للمستثمر الأجنبي؟ أنا رأيي إنه هذا النقد وهو في محله يعكس انعدام، يعني عدم وضوح الرؤية. حكومتنا الحالية ما تقدرش تصنفها وهي أقرب إلى أن الدولة تلعب دور مهم في الاقتصاد ولا تخفض دور الدولة في الاقتصاد. هل مصر تعتمد على نفسها أكتر ولا على الخارج أكتر؟ مش واضح. فأنا كنت أتمنى أن حكومتنا تحسم أمرها في
في هذه الأمور. أضف إلى هذا بقى إنه كثير جدا من مشاكلنا الاقتصادية سببها سياسي مش اقتصادي. يعني الكلام عن الإرهاب لا ينقطع مش كده، وده له أثر سيء على المستثمر الأجنبي والوطني في نفس الوقت. فأنا شايف إنه العلاج الأساسي لمشكلتنا المشاكل الاقتصادية يأتي في ميدان السياسة أكثر منه في مجال الاقتصاد. يعني حضرتك شايف إن الوضع السياسي جدير بأنه يحسن من الاقتصاد المصري في حالة الأمان وفي حالة طبعا عدم وجود إرهاب؟ طول ما الإرهاب هو الخطر الأساسي اللي الحكومة يبدو أنها بتشتغل ضده والكلام عنه بهذه الكثرة يوميا، أظن أن الاستثمار سيظل ضعيفا، وإذا استمر الاستثمار ضعيفا سيظل معدل النمو والارتفاع بمستوى المعيشة ضعيف. المشروعات الحكومية أو المشروعات القومية اللي بنسمع عنها في الفترة دي، عاصمة إدارية، قناة سويس جديدة، مثلث ذهبي، كل هذه المشروعات، رأيك ورؤيتك لهذه المشروعات؟ أنا بصراحة لا أعتقد أننا الآن في حاجة إلى مشروعات ضخمة. أنا أعتقد أن إحنا في حاجة إلى مشروعات صغيرة بس كتيرة، ممكن تتكلف كتير بس مش مشروع واحد ياخد معظم الأموال المخصصة للاستثمار. أضف إلى هذا أن بعض هذه المشروعات زي العاصمة الإدارية أنا مش فاهم لها معنى على الإطلاق، وقد كتب كثيرا جدا من اقتصاديين وسياسيين ينتقدوا هذه الفكرة، وللأسف لا زال الكلام عنها مستمرا. يعني أنا الحقيقة مش فاهم إيه سر الإصرار على هذه المشروعات الضخمة في وقت إن إحنا ممكن نحقق نفس النتائج ونتائج أعظم في وقت أقصر بأموال أقل. في رأي دكتور بيقول إن المشروعات القومية دي هنستفاد منها على المدى الطويل أو مستقبليا بالنسبة للأحفاد وكده، يعني أولادنا وأحفادنا. يعني الاستثمار نفسه عمل للمستقبل مش كده، سواء كان في مشروعات ضخمة أو مشروعات صغيرة. فأنت ممكن يكون عندك مشروعات صغيرة منتشرة على المحافظات بتاعة الجمهورية وتستمر هذا مدة طويلة، إنما لا تركز الأموال في مشروع واحد ضخم. يعني مش بالضرورة إنك عشان تفيد الأحفاد لابد يكون المشروع ضخم.